صباح الفل على احلى ناس. صباح الخير، صباح الفل، صباح الهنا. طبعا كلنا طبعا قاعدين من اشغالنا بقى، زهقانين وقرفانين وتعبانين ومتضايقين، بس ان شاء الله ان شاء الله هتعدي على خير. كل واحد طبعا عشان الواحد بيقوم بدري وبينزل بدري وبيروح شغله وبيجي من شغله، طبعا دلوقتي حاسس ان هو محبوس، بس الحمد لله ان شاء الله هتعدي على خير باذن الله. كل واحده بقى عندها موهبه تطلعها، كل واحدة تشوف عندها ايه موهبتها ايه تطلعها. اللي بتخيط تخيط ما يضرش، قاعد وقت طويل. عايزة تبيضي قبل رمضان، بيضي بايديكي، بتعرفي اعملي بيضي. انا كنت ببيض زمان على فكرة، دلوقتي انا بشتغل فوانيس، فوانيس بقى بعملها للاحفاد، بعملها وابيعها زمايلي اصحابي اهلي عايزين مني فوانيس بعمله ببيع بدل ما انا قاعده وزهقان. العيال طبعا فرحانين، طبعا بقى تيتا قاعده في البيت وازعق لهم يهزروا ويعملوا، فادينا بنسلم عظيم. كله ماشي وكله معدي، وان شاء الله باذن الله هتعدي على خير باذن الله. بس برضو نرجع نقول اقعد في البيت، انزل للضروره، ليك ضروره انزل لها، مالكش ما تنزلش. ادينا قاعدين يقرفوا فينا ونقرف فيهم. يلا ان شاء الله باذن الله رمضان هيجي علينا ان شاء الله بالخير باذن الله، باذنك يا رب هيجي علينا بالخير. هنصلي في الجوامع، هتفتح الجوامع، هتتفتح الحرم، هيتفتح الكنائس، هتتفتح الناس، المسيحيين هيصلوا والمسلمين هيصلوا ان شاء الله، حاجه كده وهتعدي وان شاء الله هيبقى خير ده لينا، بس نلتزم وان شاء الله خير باذن الله. اللي ما عندهاش موهبه بقى عندها اولاد في الدراسه ذاكر لهم. باذنك يا رب ان شاء الله كله هيبقى خير، وكل الايام الصعبه اللي احنا فيها دي هتعدي ان شاء الله. هيجي رمضان علينا بالخير باذن الله، باذن الله، باذن الله. صباحكم فل ان شاء الله، صباحكم فل ان شاء الله.